خوتي السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الغربه شو. موضوع اليوم هو الحرفه في الغربه. تكون جاي من المغرب بغات تخدم حرة مرحبا بك هيلب وات معايا من دابا. احسن حاجه البنادم اللي جاي ما قاريش فهمتي كيفاش عارف راسو ما يديرو في القرايه خصو يدخل شي صناعه. باش نقربكم اكثر الموضوع خدينا نموذجين، مصطفى اللي كيصوب الصالونات المغربيه وزكريا الحلاق، نشوفوهم مجموعين. عندكش دماغ عامر باش هذيك صنعها حسن علاش؟ لايك غادي تدوز من واحد الطريق صعيبه بزاف، الا ما كنتيش حاري ولا ما كانش عندك حرف غادي تحصل، ماشي نقول لك حصل غادي تحصل بهذيك المعنى الكلمه ولكن غادي تحصل بصح. Just like إنا قال like ما تعجبكش صح بزاف إنا ما تعجبك الطريق اللي غادي يجي فيها لما كنتيش قاري، يعني كنتي قاري نصحك كنتي قاري عندك شي ديبلوم تما مزيان خاصة عندك اللغة سير قرا أونجلي قرا سميتو باش تعرف تجي هنا ما غاديش تدوخ، ماشي بحالنا حنايا جيت لا لونجلي لا إنو عندي حرف ولا ما عنديش لونجلي جيت هنا دخت ضربت شهرين ولا عادة تدور في عينيا. أحسن حاجة البنادم اللي جاي ما قاريش فهمتي كيفاش عارف راسو ما يدور في القرا فهمتي كيفاش أهم حاجة ديك الصناعة خدا كاينين الدراري يخدموا بحال هكا يخدموا مع البلومبيين يخدموا مع لي كاربينتر اللي كيركبوا الكاربينتر يخدموا مع الناس اللي عندهم كليان وزبانة بزاف وقدام هنايا دروكا خدامين بخير في نيويورك من الجزائر كنعرفهم كنخدم معاهم صبروا في الصناعة جاو مشاربين شوية الصناعة من المغرب وعارفين الصبر في الصناعة اللي جاو هنا لقاوه ساهل. هذه الحرفة باش بديت في الصغر جيت لقيتها ساهلة ماشي لقيتها ساهلة بمعنى كلام كلمة ولكن اي نو الهدف هو تيكون تدير شي حاجة ديالك شي حاجة اي نو تبقى خدام عند الناس بزاف صعيبة شوية هنا غيلقى الفرصة اسهل من المغرب من ناحية اش؟ من ناحية كل شيء من ناحية التجارة الصناعة القراية اللي بغى يدير غادي يدير ساهل واش نقول لك هي بلاد ما بقات سهله بزاف داكشي اللي تعرف يعني حنا المغاربه عندنا واحد السوق تنبوجو نتعلم تنجيو تلقاو الساعه 8 نيرو 8 دولار 8 دولار 8 دولار وي دونت جو فورورد وي جو وي اولويز لايك ستي باكورد خاصنا نقول انا جا عندي دراري مغاربه غير نعلمكم واش كاين شكاين باش تخدم معايا شاف قال لي انا عندي مصاريف عندي كذا ما بغاوش شنو تيشوفوا ما خاصهم الشيك شحال فيه تيشوفوا افتر وورد باش يتعلم وسميتو هادي هو يجي فلوس هنا تنبغيو نجيبو فلوس من النهار الاول جيب تراديسيونيل جوب خدمة تراديسيونيل وخدمة المغرب كله نقش كلشي ديال سميتو ارابيسك ارابيسك المخاد بالسبيفة اللي في البلاد راه كاين هنا يعني كل ما يتعلق بالصالون المغربي واللي كاين في الديون المغربيه وبالنسبه اللي عنده حرفه في يديه ومثلا بغى يدير البيزنس ديالو هنايا في الولايات المتحده الصبر حيت صعيب ماشي سهل لكن قوانين ماشي بحال البلاد كاين قوانين هارد صعاب النتيجه ملي كتصبر سميتو كتكون نتيجه ايش ماشي بحال البلاد البلاد ساهل تحل المحل ولكن النتيجة صعيبة. صحيح. المغرب لا علاقة، المغرب معنا لا علاقة. يعني هنا عندك فرص عندك. هذا هو السؤال. قيمتك، يو نو مي؟ قيمتك. حتى واحد ما تيجي يهضر معاك يقول لك أنت فهمتي؟ خدام بخير ما كاينش تهضر معاك. دونت جو رونغ واي. النوع ديال الزبناء ديالك أغلبية واش كاين المغاربة 100% ولا كاين جوج؟ كاين المغاربة، كاين الجزائريين، كاين لبنانيين، أردنيين، عراقيين كيكونوا ثاني. هادو كلهم كي زبناء ديالك؟ كلو كيديروا صالون مغربي صالون شرقي عارف كامبوديان مروكان سبانيش تشاينيز امريكان واحد مراكشي واحد ديالنا مراكش السلام عليكم يعني الاخ مرحبا بك في غربة شو يعني بغينا نسولك يعني كيفاش واش كتفضل انك تجي عند حلاق مغربي يعني مثلا الاخ زكريا ولا كتفضل انك تمشي عند اي واحد؟ لا مغربي زكريا يعني ما احسن لي نمشي عند واحد مغربي ولا نمشي عند واحد ماشي ديالنا فهمتي راح كتلقى عند واحد مغربي التجربه والواقع كتقول بانه انجليش ضروريه في امريكان الو كنصحوا اي واحد غادي يجي ان شاء الله عنده فكره باش يجي امريكان يتعلم انجليش اليس البيسك ديال الانجليش امريكان ديال 15 عام
20 years ago ماشي هي ديال دابا. ضروري الليست البيسيك اي خدمه تحتاج فيها الليست تكومينيكي انجلش. ثاني حاجه سكيل يعني حرفه صنعه شي حاجه اللي تميز بها على الاخر. ملي كتكون متميز كتكون مطلوب اكثر. لهذا او اي واحد يا ديجا كاين هنا في امريكان ولا يلا غادي يجي ان شاء الله لامريكا يتعلم صنعه كما كتصنع تصنع ما كتحقر كما قالوا جدودنا الصنعه اللي ما تغنيك تعيشك. واخيرا احبائي نخليكم مع الراي ديال مستر جون فرينش. وقبل ما ننسى الحلقه الجايه ان شاء الله غادي نهضروا فيها على الجمعيات المغربيه في امريكان والخدمات اللي كتقدم الجاليه. الى اللقاء. السلام عليكم. I'm a high school teacher and I work with a lot of immigrants that come to this country, and I think the most important thing for them is to learn English, because a lot of people come to this country, they have communities where their need to learn English isn't as important, but in order to grow and expand what is possible for you, the need to learn English is paramount. It's very important that you learn English because a lot of doors will open to you. As an immigrant to this country, I think it's important that you have marketable skill that people will pay you for. Something like being a plumber, being an electrician, being a carpenter, something where you can earn a living where you can provide for yourself and your family. Without that, it's tough, particularly if there's a language barrier. If you have marketable skill though, even though I suppose you can cut hair, even though I don't need my hair cut, people don't care whether you speak English, Arabic, Spanish, Portuguese, whatever. Education is no guarantee of success. Just because simply you can pass your classes and get a degree, there's no insurance that you will get a job. I know many people that have degrees that are still looking for work in their field. And America today has changed, because it used to be if you could work hard, you could find a job doing something that would provide for yourself and your family. Unfortunately, today that's not the case. A lot of the lower skilled jobs don't exist in America anymore.